بيع ربي يزيد لك ومستهلك ربي يوفقه ما تناقش انا ناخذ الخطوه وهذا امر شاء الله ما كاين حتى وما نضربش الغالب ان شاء الله باش حتى بالنسبه ليك لازم سقموها ان شاء الله سقموها الحاكم من حقه شرعا وقانونا وكلش عندما تكون هذه الازمه يدخل ويسقط احنا ما نشحن بين ندير لك ورقه تاع طماطم 5000 وتبيع هذه ذراع وزارة التجارة عندها القانون يسمح لها باش تسقط كل شيء في ظروف الأزمة، احنا ما حبيناش نديروها باسكو يمكن كي نسقط هذاك نخسرك. قلنا لكم انتم يا تجار اعملوا بليز شوف الحاجة اللي تقدر تنقص فيها وترضي خوتك وترضي ربي عز وجل اتكل على الله. يعني إذا ما درتوش صدقني غدوة غير درتها غير تلقاها عند الباب الهي ذراع تبيع السومة اللي يديرها الدولة. خاسر ماشي خاسر ماشي مشكلة. وهذا ميساج ماشي لجميع التجار ان شاء الله ان شاء الله نورمالمون عيب كي تخلى حد نورمالمون التاجر الصادق اللي تكلم عليه النبي عليه الصلاه والسلام هو واحد يشوف خوته هو واحد بلا ما نقولوا له احنا انتم خليتونا بلا ندخلوا ما غلطش لكن الزواولا راهم يعانوا انت ولا واحد اخر ما يهمنيش انا هضر التجار ككل ان شاء الله ان شاء الله نقص وربي يزيدك ما تناقش نقصوهم سيدي الوزير ان شاء الله نقصوهم ماشي كي نروحوا هنا تاعكم بس ما يخرجوش اليوم